السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نحل إن شاء الله في كتاب نيو جينيوس للعام الدراسي 2022 للصف الثالث الثانوي. بسم الله هنبدأ نحل من جزء الجرامر. السؤال الأول: When I was on holiday I was swimming every day. عندما كنت في أجازة أنا كنت بسبح كل يوم. هنا هستخدم المضارع البسيط اللي هي when عشان أنا بدل على أحداث متتابعة، و every day بتدل برضو على العادة في الماضي، فهنا استخدم وين تتصيف الثاني من go. أنا كنت بذهب للسباحة كل يوم. السؤال الثاني: I wanted to stay with a man but she didn't space to stay with me. ولاحظ هنا didn't بعديها نقاط، يجب بعديها فعل في المصدر، لأن didn't بيجي بعديها فعل في المصدر اللي هي إنها تبقى want اللي جابها نمبر B. يبقى أنا أردت البقاء مع إيمان ولكنها لم ترد البقاء معي. السؤال الثالث: My house is based by my grandfather 40 years ago. أجو بتدل على الماضي البسيط، في الأول خالص my house، بعد كده نقاط، بعد كده by هنا بمعنى بواسطة، ودي بتستخدمها في الباسيف المبني للمجهول، فأنا هجيب was أو where حسب المفعول هل هو مفرد ولا جمع، ثم التصريف الثالث للفعل، فأنا my house مفرد فهتبقى was built الإجابة نمبر دي، لأن المنزل هنا هو اتبنى عن طريق جدي او بصير جدي من 40 سنة. جدي هنا المفروض الفاعل لكنها جت بعد باي وبدأت بالمفعول اللي هو ماي هاوس. يبقى اصل الجملة اصلا ماي جراند فادر بيلت ماي هاوس 40 years ago، لكن هنا حط ماي جراند فادر اللي هو الفاعل بعد باي، فهنا بقت مبني المجهول ماي هاوس مفعول، فهنا حطيت واز بيلت. السؤال الرابع: ألا إسبيس a nice meeting with his friends yesterday. yesterday بتدل على الماضي البسيط، يبقى اجيب التصريف الثاني للفعل، من have تبقى had اللي هي الإجابة نمبر A. السؤال الخامس: How long ago. أجو موجودة. How long ago my son do. do هنا فعل في المصدر فعشان كده اختار did الإجابة نمبر C. بعد كده الجزء الثاني: Test yourself. السؤال الأول: While he is based to work he saw an accident. هنا اختار was going في الماضي المستمر لان هنا حدث استمراري، اثناء ما هو كان ذاهب الى العمل هو شاهد حادثه، الحدث القاطع له ان هو شاهد حادثه، غير كده while بيجي بعديها ماضي مستمر غالبا. السؤال الثاني: Space my last holiday I enjoyed my time playing computer games. my last holiday ديت اسم اللي هي اجازتي الماضيه، طالما في اسم ثم ماضي فاستخدم during اللي هي بمعنى اثناء. الاجابه نمبر دي: أثناء أجازتي الماضية أنا استمتعت بلعب ألعاب الكمبيوتر. السؤال الثالث: When she spoke to me I was doing my research. الجملة الثانية: I was doing my research. أنا كنت بعمل بحث، دي جملة استمرارية، يبقى في حدث قاطع له بيبقى في الماضي البسيط، يبقى عندما هي كانت بتكلمني أو تكلمت معي أنا كنت بعمل البحث، يبقى خليها في الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني من speak تبقى spoke اللي هي الإجابة نمبر E. عندما تحدثت معي أنا كنت بعمل الواجب. السؤال الرابع: My father is based the newspaper at 5 o'clock yesterday. طالما حددت الوقت في زمن الماضي اللي هي at 5 o'clock yesterday، يبقى استخدم ماضي مستمر was aware the verb اخر ing على حسب الفعل. الفعل هنا my father مفرد يبقى was reading الاجابه نمبر B. السؤال الخامس: While he was playing his friends space him. بينما هو كان بيلعب اصدقائه كان بيشاهدوه، لان هما قاعدين بيشاهدوه يبقى حدثين مستمرين في نفس الوقت، يبقى استخدم الماضي المستمر برضو واستخدم were watching عشان his friends جمع، يبقى الإجابة نمبر دي. بعد كده الأسئلة على الجرامر. السؤال الأول: Two days ago I spaced my family on a holiday in Alexandria. هنا two days ago منذ يومين، أجو بتدل على الماضي البسيط، فهنا هجيب التصريف الثاني للفعل من take يبقى talk اللي هي الإجابة نمبر A. يبقى أنا أخذت أسرتي في أجازة في إسكندرية. السؤال الثاني: I took وليد's car while my car. أنا أخذت أو استعرت سيارة وليد بينما كانت عربيتي إيه؟ هل هي was repairing كانت بتتصلح، repaired بس هنا كانت بتصلح نفسها، العربية طبعا مش تصلح نفسها، repaired صلحت، was being repaired كانت بتتصلح، has repaired ماضي تام، والماضي التام ما بستخدموش في الحالة ديت لان الماضي التام بيدل على حدثين في الماضي، الحدث الاقدم ان هي كانت بتتصلح تمام، وبرضو مش هتنفع لان هي مش هتصلح برضو نفسها.
يبقى هنا هستخدم الباسيف مبني المجهول، لان هنا مفيش فاعل. مين اللي صلح العربيه؟ مش موجود، انما العربيه مش تصلح نفسها، فاستخدم الماضي المستمر في المبني للمجهول اللي هي الاجابه نمبر سي was being repaired، كانت بتتصلح لعدم وجود فعل. السؤال الثالث: نو هاز بيس هير انكل اند زين وينت تو ذا هاوس. لما الاقي زين او اند في وسط الجمله ديت معناها ان انا بربط الجملتين ببعض وفي نفس الزمن. اند جاي بعديها وينت اللي هو التصريف الثاني من جو في زمن الماضي البسيط، خلاص يبقى الجمله الاولى برضو ماضي بسيط، يبقى الاجابه نمبر ايه؟ فيزيتد. السؤال الرابع، بس مش واضح شويه معايا: when we were on holiday، عندما كنا في اجازه، we always TV. always هو ظرف تكرار بمعنى دائما. في حاله استخدامه في الماضي بستخدم الماضي البسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل اللي هي watched، اللي هي الاجابه نمبر 1. السؤال الخامس: while وبعد كده space Egypt، بس مش واضح الكلمات اللي بعد كده. طيب هي while مش جاي بعديها عموما فاعل، طالما مفيش فعل يبقى هجيب الفيرب اخره ing على طول بدون حتى ما اقرا الجمله الثانيه اللي هي مش باينه عندي عموما، يبقى visiting الاجابه نمبر 8. السؤال السادس: محمد يوزد تو. يوزد تو موجوده، اجيب بعدها فيرب في المصدر على طول من غير ما اكمل الجمله، يبقى study. طالما يوزد تو جاي بعد الفعل مباشره اجيب فعل في المصدر، اما لو جاي قبليها is او got بتبقى الموضوع مختلف. السؤال السابع: space the last match we missed to بلانتيز. هنا ذا لاست ماتش اللي هو الماتش السابق او لاست ماتش السابق، مش فعل هي اسم، فهنا استخدم ديورينج اثناء، يبقى الاجابه نمبر بي، يبقى اثناء الماتش الاخير احنا فقدنا بنالتي اللي هي ضربات جزاء. بعد كده السؤال الثامن: وين اي جوت هوم، انا لما وصلت البيت، ماي دوتر از بيس تو سامسونج. يبقى اختي كانت بتستمع للموسيقى، يبقى هنا في حدث استمراري. when I got home ده حدث مفاجئ، انما اختي كانت بتستمع للموسيقى ده كان حدث استمراري. غير كده when لو جه بعدها ماضي بسيط في حاله وجود زمانين، حدث بيبقى ماضي بسيط وحدث بيبقى استمراري، فهنا استخدم الحدث الاستمراري في الماضي المستمر، يبقى was listening الاجابه نمبر بي. بعد كده السؤال التاسع: هانا سبيس يوز تو. يوز تو اللي هي يوزد تو اللي هو اعتاد ان، طالما يوز وشلت الدي اللي هي رجعت لمصدرها فحط دي انت على طول، اللي هي الاجابه نمبر اي. السؤال العاشر: سبيس بوتينج اون ماي كلوز اي وينت اوت ويز ماي فريندز. هنا بعد النقاط فيرب اخره اي ان جي، والجمله الثانيه ماضي بسيط. هنا هستبدل المفروض وين هستبدلها بون، لان اون هنا بتحل محل وين طالما الفيرب جاي اخره اي ان جي، بمعنى عندما. الإجابة نمبر دي on، يبقى عند لبس الملابس أنا خرجت مع أصدقائي. هنا استخدمت ماضي بسيط في الجملة الثانية عشان أنا هنا الحدثين يعتبروا مفيش فترة بينهم خالص، إلا لبست الملابس بتاعتي وخرجت، يبقى الإجابة نمبر دي on. السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال الحداشر: طب ليه ما اخترتش وايل؟ لأن وايل بيجي بعديها زمن في فترة طويلة شوية، تمام؟ إنما هنا لبست ملابسي خرجت مع أصدقائي. before يبقى الجملة التانية لازم ماضي تام اللي هي هذا التصريف الثالث للفعل. having اللي هي في الأول خالص اللي في السؤال العاشر ديت، having لازم يجي بعديها تصريف ثالث، فأنا اخترت عشان بتحل محل when. how long ago، how long ago على طول في السؤال بختار did من غير ما أكمله. السؤال ال 12: our national team space the last match against Congo. يبقى الفريق بتاعنا فاز بالماتش الأخير ضد الكونغو، يبقى ديت في الماضي. هنا the last match او last match اللي هو الماتش السابق، يبقى هنا استختار التصريف الثاني لي وين، يبقى won، يبقى فاز فريقنا القومي بمباراته ضد الكونغو. السؤال 13: he is very clever، هو ماهر جدا. he is based getting 4 marks، هو حصل على او هو بيحصل على درجاته او كل درجاته الكامله، تمام. هنا لاحظ هنا الفيرب هنا getting اخره ing، يبقى انا كده لازم احط قبل used to verb to be في زمن مضارع، فهنا اقول is used to لانها بتدل على حاجه في الماضي معتاده وما زالت حتى الان، يبقى is used to. السؤال ال 14: I read a very nice story which is based by our great writer نجيب محفوظ. يبقى انا قرات قصه رائعه التي هي by our great writer. by هنا بواسطه الكاتب العظيم نجيب محفوظ. طالما هنا باي يبقى كده الجمله باسيف، يبقى جيب واز اوير
زائد تصريف الثالث للفعل في زمن الماضي، فهتبقى was written اللي هي الإجابة نمبر سي. يبقى أنا قرأت قصة رائعة اللي هي كتبت عن طريق الكاتب الرائع نجيب محفوظ. السؤال 15، just as I space a shower the doorbell rang. هنا في حدثين بعد just as، ان انا كنت باخد شاور بستحم وبعد كده الجرس ضرب، يبقى في حدث استمراري اللي هو باخد شاور، والحدث القاطع اللي هو ماضي بسيط اللي هو الجرس الباب، اسف جرس الباب ران، يبقى هنا هتبقى was having، having هنا معناها ياخذ، يبقى الاجابه نمبر اي. السؤال 16، I'd rather use this early enough for the lesson. I'd rather بجيب بعديها فاعل ثم فعل في الماضي تصريف الثاني من قام يبقى كده. بعد كده السؤال 17، while he's based on vacation he plays many football matches. طيب بينما هو كان في اجازه هو كان بيلعب مباريات كثيره. عندي الاولى was being مش هتنفع لان verb to be ما يضيفلوش ing خالص في الازمنه الاستمراريه، انما ممكن الشكل ده ينفع لو جاي بعدها تصريف ثالث اللي هو في الباسيف. انما هنا بستخدم verb to be في زمن الماضي حتى لو الزمن كان استمراري، لان verb to be لا يضاف له ing او لا ياتي في الزمن الماضي المستمر، يبقى هنا نستخدم was. يبقى اثناء ما هو كان في اجازه هو كان بيلعب العاب مباريات او ماتشات كثيره لكره القدم. سؤال 18، when I was younger لما انا كنت صغير I space went swimming every day. when I was younger عندما كنت صغير، يبقى انا كده هحكي على حاجه فيها عاده كنت بستخدمها في الماضي. استخدم ظروف التكرار في الماضي للدل على عادات، هلاقي الموجود هنا من ظروف التكرار هي usually او usually الاجابه نمبر بي اللي بمعنى عاده. سؤال 19، while he was working a clerk for a judge he spaced himself as a great legal writer. تمام، بينما هو كان بيشتغل كموظف عند قاضي هو اسس نفسه ليكون كاتب عن القضايا الامور القضائيه، يبقى هنا زمن، هنا في حدث مستمر انه كان شغال موظف، قطع الزمن ده او قطع الحدث ده بان هو اسس نفسه ككاتب عن الامور القضائيه، يبقى هنا الاجابه تبقى نمبر ايه established الاجابه نمبر ايه. نكمل سؤال 20، The children's base tells to their donkey picture then hung them up. ألاحظ هنا طالما في then موجودة أو and في الجملة، هنا then موجودة بخلي الجملتين زي بعض، تمام؟ هنا الجملة بعد then في الماضي البسيط فخلي برضو قبليها ماضي بسيط، يبقى الإجابة نمبر سي attached. بعد كده السؤال 21، Hans base to Turkey last year. لاست يير بتدل على الماضي البسيط، تمام، هجيب التصريف الثاني للفعل من go يبقى went اللي هو نمبر بي سهل دي. سؤال 22، while we were waiting the woods based on the results of his exams. بينما احنا كنا بننتظر داود فحص النتائج بتاعته الامتحانات، يبقى هنا داود عمل قطع للاحداث اللي هو حدث اللي هو الانتظار، يبقى خليها في الماضي البسيط، يبقى تشيلد اللي هو نمبر بي. السؤال 23، ملك سبيس ان هي ان 2013. هنا ان 2013 يعني 2013، هنا بتدل على الماضي البسيط، يبقى انا عايز اقول ملك اتولدت في هي سنة 2013. طب مين اللي ولد ملك؟ طبعا مفيش فاعل، المفروض ان انا اقول مثلا هير ماذر او اسم واحدة مثلا ولدت ملك، هنا مفيش فاعل انما ملك هنا تعتبر المفعول، فانا اخليها في مبني المجهول يبقى was bird اللي هو was تصريف الثالث، يبقى الاجابه نمبر سي، يبقى ولدت ملك في هي سنه 2013. السؤال 24، I space lunch when my close friend arrived so I warmly asked him to share the meal with me. تمام، انا كنت بتناول الغداء عندما وصل صديقي المقرب، وانا يعني احتفيت بيه جامد ورحبت بيه جامد وطلبت ان هو يشارك مني، يطالب يشارك معايا الاكل يعني او الوجبه. فهنا في حدث استمراري ان انا كنت باكل عندما وصل صديقي المقرب، يبقى was having دي الاجابه نمبر سي. السؤال 25، there are always economic crises space wars. wars معناها حروب، دي اسم مش فعل، يبقى اختار during على طول، يبقى اثناء الحروب تحدث ازمات اقتصاديه، الاجابه نمبر دي. سؤال 26، while space for the school bus I met one of my old friends. بينما انا كنت منتظر الاتوبيس المدرسة قابلت واحد من اصدقائي القدماء. هنا while مفيش جاي بعديها فعل لو نلاحظ،
طالما مفيش جاي بعديها فعل على طول اختار فيرب اخرى ان جي بالاجابه نمبر دي. السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال 27. While سمير was very busy doing his homework, بينما سمير كان مشغول بعمل الواجب, his sister is based to loud music, استمعت اخته للموسيقى. لاحظ هنا في حدث مستمرين, هو كان بيعمل واجب واخته كان بتستمع للموسيقى, مفيش قطع الاحداث. فهنا هستخدم برضو ماضي مستمر اللي هو was aware that verb اخوه ing, his sister مفرد يبقى was listening الاجابة نمبر بي. السؤال ال 28. I no longer play tennis as I, انا لم اعد العب تنس كما كنت معتاد, يبقى هنا used to اللي بتعبر عن العادة الاجابة نمبر سي. بعد كده السؤال 29. What is base at 7 p.m. yesterday, طالما حددت الوقت في الماضي بقى دي ماضي مستمر في الاخر عامل استفهام بيخليه في اجيب فعل المساعد was aware ثم الفاعل ثم فعل اخره ing, يبقى هنا هتبقى where you doing الاجابه نمبر سي. تمام الاجابه نمبر سي where you doing, تمام كده اللي هي where you doing where وبعدين يو ماذا كنت تفعل الساعه 7 مساء. السؤال 30. My uncle is based for London to do some business just now. Just now يعني moment ago, يعني بتدل على زمن الماضي البسيط, يبقى اجيب ماضي بسيط تصريف ثاني من leave يبقى left الاجابه نمبر سي. بعد كده السؤال 31. Our block of flats built in 2007, عمارتنا اللي مليانه شقق اتبنت في 2007. هنا العماره هي الاول, تمام, يبقى بلوك هي هنا مفرد مش عمارات, هي عمارة واحدة, يبقى نختار واز يبقى الإجابة نمبر A, يبقى بنيت عماراتنا سنة 2007. السؤال 32. I'd rather I went out with my friends, يا ريتني أو أنا كنت أفضل إن أنا أخرج مع أصدقائي. نونا I'd rather دي بتدل على شيء لم يحدث بشكل افتراضي في الوقت الحاضر, تمام, هنا معناها يا ريتني أحسن حاجة إن أنا أقول يا ريت كنت خرجت مع أصدقائي, بكل دي حاجة ما حصلتش. This sentence means, هذه الجملة بتعني ايه؟ بتعني I went out with my friends once, انا خرجت مع اصدقائي مرة واحدة, ولا I went out with my friends several times, انا خرجت مع اصدقائي كثير من المرات, I wish to go out with my friends, انا كنت اتمنى او انا بتمنى ان انا كنت اخرج مع اصدقائي. دي هنا زمن المضارع هنا, يبقى هي دي الاجابة نمبر سي الصح. تمام السؤال اللي بعد كده معذرة, السؤال 33. توم used to stay up late, توم كان معتاد ان هو يبقى يفضل سهران يعني الوقت متأخر. That means ده معناه ايه؟ توم no longer stays up late, يبقى توم لم يعد يسهر الاجابة نمبر بي. توم didn't stay up late anymore, هنستبعدها خالص لان anymore لما تيجي في اخر الجملة يبقى قبليها مضارع بسيط منفي, يبقى doesn't هنا المفروض يبقى نستبعد بيه. السؤال اللي هي الإجابة 3 اللي هي سي, توم no longer stayed up late, no longer بيجي بعديها مضارع بسيط وstayed هنا ماضي, يبقى نستبعدها برضو. توم wishes to stay up late, توم بيتمنى ان هو يسهر, طبعا هو مش بيتمنى بتكلمش عليه اصلا, يبقى الإجابة نمبر A هي الصح. السؤال 34. At 6 o'clock yesterday Nancy was studying her lessons, الساعة 6 امبارح نانسي كانت بتذاكر دروسها. هنا حدث استمرارية طالما حددت الوقت في زمن الماضي, يبقى هنا الإجابة هل هتبقى هي نمبر A she started at 6, هي بدأت الساعة 6, she was busy studying at 6, هي كانت مشغولة بالدراسة الساعة 6, يبقى دي الإجابة الصح الإجابة نمبر B. السؤال 35. On arriving I found the door locked, في عند الوصول أنا لقيت الباب مغلق. On arriving عند الوصول, احنا قلنا on بتحل محل مين, بتحل محل when, فعلى طول when وبعدها ماضي بسيط اللي هي الاجابه نمبر A. السؤال 36. Miss May زي ما انا شايف ولا ايه, Miss May ان شاء الله used to speak in English all the time but she no longer speaks now, no longer قلنا ان هي بتيجي بعديها مضارع, فهنا هستخدم طالما she هتاخد does اللي هي الاجابه نمبر D, لازم تبتدي مع anymore. السؤال 37. While I was in Sharm I walked on the beach every morning of me every morning, يبقى هنا while بيجي بعديها ماضي مستمر, تمام, مش هينفع was being, تمام, هنا حدث استمراري على فكره, يبقى was being مش هينفع اللي هي الاجابه نمبر
ايه، لان لازم يجي بعديها تصريف ثالث للفعل. الفيرب تو بي ما ينفعش يجي فيه الازمنه الاستمراريه، فبستخدم هنا فيرب تو بي في الزمن الماضي حتى لو الزمن بيدل على الاستمراريه. فهنا استخدم التصريف الثاني من فيرب تو بي مع الواز اللي هي الاجابه نمبر بي. بعد كده السؤال 37، واي الايس بيس ان شارم اي ووكد اون ذا بيتش افري مورنينج، ودي لسه قايلينا تقريبا، يبقى هنا واز الاجابه نمبر بي. السؤال 38، وايل وبعد كده نقاط ان شارم اي ووكد اون ذا بيتش افري مورنينج، نفس الجمله بس لاحظ هنا وايل مش جاي بعديها فعل، فانا اجيب الفيرب اخره ان جي يبقى بي. السؤال 39، اي يوزد تو ايت اوت ان ريستورانتس ات ويك اندز ذس مينز، انا كنت معتاد ان انا اكل بره في المطاعم في نهايه الاسبوع. هذا معناه I don't eat out in restaurants at weekends. تنفع. Now I no longer eat out in restaurants at weekends. برضو ديت انا لما اقعد اكل في المطاعم برضو تنفع. It was my habit to eat in restaurants at weekends. كانت من العادة ليا ان انا اكل في المطاعم في نهاية الاسبوع. يبقى الثلاثة ينفعوا في الاجابة، تبقى number D A and B and C or C or correct. السؤال 40، while working on my computer، وانا بشتغل على الكمبيوتر حاجه حصلت، it suddenly stopped working، اللي هو نمبر A، فجاه لم يشتغل ما بقاش يشتغل. I had a sudden headache، انا جالي صداع. It often crashed، لا يعني هتبقى اللي هو نمبر A، ان هو فجاه توقف عن العمل، حدث في حدث استمراري قاطع له، يبقى في الماضي البسيط. انما الفيرب الاخر اي ان جي بعد ستوب، لان ستوب بيجي بعديها فعل اخره اي ان جي. شكرا وسلام.